بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا للحجاج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالحاج يأخذ معه زاده ونفقته ليستغني بذلك عن الناس ولا يكون عالة على الناس. كان قوم لا يأخذون معهم زادا ويقولون نحن المتوكلون فيصبحون عالة على الناس، فأمر الله عباده المؤمنين بالتزود بما يكفيهم. ولهذا قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطاع بالزاد والراحلة والمركوب الذي يوصله ويرده إلى وطنه، هذا هو المستطيع في الحج، من استطاع إليه سبيلا. فالزاد لا بد منه للحج، زاد الدنيا بالطعام والشراب. ثم قال: فإن خير الزاد التقوى. هذا تنبيه على الزاد للآخرة. زاد الآخرة ليس بالطعام والشراب، وإنما هو بالتقوى. والتقوى هي فعل الأوامر وترك النواهي خوفا ورجاء من الله سبحانه وتعالى. فالحاج مأمور أن يتزود ولا يخرج بدون زاد، زاد يكفيه ويغنيه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس. فإن كان ليس عنده زاد فلا يحج لأنه غير مستطيع. فهذا مما يدل على إعداد الزاد للحج والنفقة في الحج. ولا بد أن تكون النفقة في الحج من مال حلال، من مال طيب، لا تكون من مال حرام ومكسب خبيث، فإن هذا نهى الله جل وعلا عنه. ومن ليس عنده زاد فإنه لا يحج لئلا يكون عالة على غيره. فالزاد لا بد منه. تزودوا يعني تزودوا للسفر. ثم نبه على الزاد الأخروي من باب الشيء بالشيء يذكر: فإن خير الزاد التقوى. تزودوا كما تتزودون لسفر الدنيا بالمأكل والمشرب والمركب، تزودوا لسفر الآخرة، وذلك بالتقوى، بفعل أوامر الله جل وعلا وترك نواهيه. فالإنسان لا يزال في سفر، لا يزال في سفر إلى دار القرار. سافر من صلب أبيه إلى رحم أمه، سافر من رحم أمه إلى الدنيا، سافر من الدنيا إلى القبر، سيسافر من القبر إلى البعث والنشور، ولا يزال في سفر إلى دار القرار وهي الآخرة، إما في الجنة وإما في النار. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، اتقوني يا أولي الألباب. تأكيد، تأكيد للأمر بالتقوى. وأولو الألباب يعني أصحاب العقول، أصحاب العقول، لأن الذي يهمل هذا الزاد لا عقل له. العاقل يتزود بما يكفيه ويقويه ويستغني به عن التطلع إلى ما في أيدي الناس. نعم، إذا صادف حملة من المحسنين الذين يحملون الحجاج وينفقون عليهم فلا بأس أن يحج معهم ويكون تحت كفالتهم. أما أنه يتطلع إلى ما في أيدي الناس ويخرج بدون زاد فهذا منهي عنه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.